السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد مع اللاين انتجرال مع التكامل الخطي. الفيديو ده من بدايته لنهايته مهم جدا، لأن كله أساسيات مهمة بنحتاجها، بس التوضيحات اللي فيه مبنية على التوضيحات اللي موجودة في الفيديوهات اللي فاتت. وياريت أنت تسمع بالترتيب اللي موجود في السلسلة أو اللي موجود في قائمة التشغيل علشان الموضوع يوصلك بالشكل السلس البسيط. بس لو بتشوف الفيديو ده لأول مرة، ما تنساش تفعل الاشتراك في القناة وتفعل الجرس علشان تشوف كل الفيديوهات اللي بتنزل أول بأول. ولو عندك استفسار او اي سؤال اتركه في تعالي اسفل الفيديو وهرد عليك، وهتلاقي في الوصف اسفل الفيديو روابط صفحات على الفيسبوك تقدر توصلني من خلالها. طب نشوف مثال لتوضيح اكتر عن كيفيه حساب التكامل الخطي. اولا المطلوب منك هو حساب التكامل الخطي على مسار مغلق سي للداله الاتجاهيه اف دوت الدي ار، والدي ار هنا كده كفيكتور او كمتجه. يبقى نظرا ان وضع لك حلقه او دايره مغلقه على علامة التكامل، هذا يعني او ده اللي وضح لي ان التكامل الخط المطلوب حسابه هو على مسار مغلق سي. مسار مغلق يعني نقطة البداية بينطبق عليها نقطة النهاية. اهو بقولك around the triangle of C، حول مثلث سي اللي هو موضح في الشكل ده. وهتلاحظ كمان ان الدالة الاتجاهية اف معطاه في اتجاه متجه الوحدة اي وفي اتجاه متجه الوحدة جي فقط، وفي اول مطلوب in the indicated direction. المطلوب حساب التكامل الخط على المسار المغلق سي في الاتجاه المشار اليه على الشكل. يبقى في اول مطلوب عايزك تبدا من نقطه الاصل او وتتحرك مع الاتجاهات المفروضه على الشكل في اتجاه عكس عقارب الساعه، وتحسب قيمه التكامل الخط على المسار المغلق سي ده كله. وفي ثاني مطلوب set to the indication direction عايزك تحسب قيمه التكامل الخط على المسار المغلق سي بس عكس الاتجاه المشار اليها على الشكل، اللي هو هيبقى في اتجاه عقارب الساعة في الاتجاه السالب. يعني في تاني مطلوب هنحسب ايضا قيمة التكامل الخط على المسار المغلق ده بس عكس الاتجاهات المفروضة دي. فهنشتغل في اول مطلوب اللي هو مع الاتجاه المفروض على الشكل في عكس اتجاه عقارب الساعة في الاتجاه الموجب. طب بالمناسبة انا عندي قاعدة اساسية بنشتغل عليها بتقول اذا كان المنحنى سي سيمبل كلوزد كيرف، منحنى مغلق بسيط، يعني انا عندي في الشكل ده كده المسار المغلق سي بيحدد المنطقة R اللي هي مساحة المثلث ده. فعند حساب قيمة التكامل الخط على المنحنى المغلق سي دايما بنعتبر الاتجاه الموجب هو ذلك الاتجاه اللي اذا تحرك عليه شخص المساحة المحددة بالمنحنى المغلق سي بتبقى على يساره. لذلك بنفرض دايما من غير ما هو يفرض لنا الاتجاه الموجب في عكس اتجاه عقارب الساعة. يبقى عند حساب قيمة التكامل الخط قلنا بنعتبر الاتجاه الموجب عكس اتجاه عقارب الساعة، يعني وانا بتحرك على المسار المغلق سي المنطقة بتقع على اليسار. طب معنى كده ان لازم قيمة التكامل الخط المحسوب على المسار المغلق سي ده كله لازم تطلع القيمة موجبة؟ لا ده مش شرط، مش لازم تطلع القيمة موجبة، وده هوضحه وده هيوضح اكتر بعد حساب قيمة التكامل الخط على المسار المغلق سي ده كله. طب انا كل الكلام او التوضيح اللي وضحته بيعتمد ان the value of line integral dependent on the path، بيعتمد على ان قيمة التكامل الخط بتعتمد على المعادلة اللي بتمثل المسار. طب لو انا عايز اختبر المسألة علشان اتأكد ان فعلا في المثال ده قيمة التكامل الخط dependent on the path بتعتمد على المسار في الحالة ديت بننظر للدالة الاتجاهية F، وطبعا عندي المركبة بتاعت الاكس اللي في اتجاه متجه الوحدة I عبارة عن دالة قياسية في متغير الاكس والواي. الدالة ديت عارفين ان اسمها M، لذلك بنمسك الدالة M ديت وبنفضلها تفاضل جزئي بالنسبة للواي. تفاضل جزئي بالنسبة للواي ده معنى كده ان الاتنين اكس ده ثابت تفاضله بزيرو، انما تفاضل السالب واي تربيع بسالب 2 واي. وايضا عارفين ان المركبه بتاعت الواي اللي في اتجاه متجه الوحده جي هي عباره عن داله قياسيه في متغير الاكس والواي، والداله ديت عارفين ان اسمها ان، لذلك بنمسك الداله ان ديت وبنفضلها تفاضل جزئي بس بالنسبه للاكس. تفاضل جزئي بالنسبه للاكس ده معنى كده ان ال 3 واي ده ثابت تفاضله بزيرو، وانما تفاضل السالب 4 اكس بسالب 4. ده معنى كده ان نتيجه بارشال ام باي بارشال واي نوت ايكوال لا تساوي نتيجه بارشال ان باي بارشال اكس، وهذا يعني ان قيمه التكامل الخط هنا بتعتمد على معادله المسار سي. يبقى هنا ذا فاليو اوف لاين انتجرال ديبندنت اون ذا باث، قيمه التكامل الخط هنا بتعتمد على المعادله اللي بتمثل المسار سي. طب عند حساب قيمه التكامل الخط هنا على المسار المغلق سي ده كله لازم تنتبه لملحوظه مهمه جدا، وهي هو المثلث ده بيتكون من ايه؟ بيتكون من خط افق
أفقي منطبق على محور إكس في الجزء الموجب بتكون من خط أفقي منطبق على محور إكس في الجزء الموجب، لأن هتلاحظ إن النقطة دي 2 في الإكس وزيرو في الواي، النقطة دي كده وقع في الجزء الموجب، وبتكون كمان من خط رأس عمود على محور إكس وموازي المحور واي ومنتهي عند نقطة فيها الإكس باتنين والواي بواحد، يبقى الخط ده كده فيه الإكس ثابتة باتنين إنما الواي هي اللي متغيرة بواحد. وهتلاحظ كمان إن بتكون من خط مستقيم مايل بزاوية على محور إكس الموجب وبيمر بنقطة الأصل O، لذلك بنقول إن المسار المغلق سدا كله بيتكون من 3 أجزاء، ويبقى في النهاية قيمة التكامل على المسار المغلق سدا كله هتبقى عبارة عن قيمة التكامل على السي 1 زائد قيمة التكامل على السي 2 زائد قيمة التكامل على السي 3، ويبقى معنى إنك تحسب قيمة التكامل الخط على الجزء سي 1 والتكامل على الجزء سي 2 والتكامل على الجزء سي 3، يبقى أنت كده أديت وحسبت المطلوب منك. طب عند حساب قيمة التكامل الخط على السي 1 لازم الصورة الاتجاهية للتكامل الخط على السي 1 تحول للصورة القياسية ديت، الكلام ده وضحناه في الفيديوهات اللي قبل كده ازاي بنحول الصورة الاتجاهية للصورة القياسية بالشكل ده كده. يبقى انا دلوقتي هحسب قيمة التكامل الخط على الجزء ده اللي هو على السي 1، اولا انا عندي الصورة القياسية للتكامل الخط والصورة ديت عبارة عن التكامل الخط على السي 1 من نقطة البداية 0 و0 الى نقطة النهاية 2 و0، اللي انا هحسب عليه دلوقتي محصور بين نقطة البداية والنقطة 2 و0، للدالة القياسية M بالنسبة للدي اكس زائد الدالة القياسية N بالنسبة للدي واي، يعني انا عندي دالة قياسية اسمها M والمطلوب تكاملها بالنسبة للدي اكس وعندي دالة قياسية اسمها N والمطلوب تكاملها بالنسبة للدي واي. اولا التكامل ده ليس تكامل جزئي، يعني وانا بكامل الدالة M بالنسبة للاكس ما ينفعش او لا يجوز ان اكامل بالنسبة للاكس واعتبر السالب واي تربيع ده ثابت، ما ينفعش، وايضا ما ينفعش او لا يجوز ان نكمل الدالة ان بالنسبة للواي ونعتبر السالب 4 اكس ده ثابت، ما ينفعش. طب بنتعامل في الحالة ديت ازاي؟ عند ايجاد او حساب التكامل الخط بنستخدم المعادلة اللي بتمثل المسار اللي انا شغال عليه لتحويل التكامل الخط لتكامل محدد، اما تكامل بالنسبة للاكس او تكامل بالنسبة للواي، وده على حسب المسار اللي انا شغال عليه. يبقى قيمة التكامل الخط في الحالات اللي زي كده بتعتمد على نوع المنحنى سي، يعني قيمة التكامل الخط بتعتمد على نوع المسار اللي انت بتتحرك عليه، ويبقى على السي 1 قيمة التكامل الخط بتعتمد على المسار الواصل بين نقطة الاصل 0 و0 والنقطة 2 و0. وهتلاحظ ان السي 1 عبارة عن خط ثابت عليه الواي بزيرو، يعني خط عليه الواي ثابتة لا تتغير، هي بزيرو عليه كله، انما الاكس هي اللي متغيرة على الخط ده، يعني معنى كده ان الدي واي بزيرو، ويبقى على السي 1 فقط الاكس هي اللي بتتغير. وبنعوض عدد في الصورة القياسية للتكامل الخط ديت عن الواي بزيرو والدي واي بزيرو، ويبقى في النهاية التكامل اتحول لتكامل محدد بالنسبة للإكس، والإكس بتتغير من نقطة البداية اللي هي بزيرو لحد نقطة النهاية ديت اللي هي فيها الإكس باتنين، ونكامل تكامل عادي هتلاقي قيمة التكامل الخط على السي 1 ب4. بعد كده هنكامل على الجزء سي 2 هنحسب قيمة التكامل الخط على السي 2، وهتلاحظ إن المسار سي 2 عبارة عن خط موازي محور واي وعمود على محور الاكس، وهتلاحظ كمان ان نقطة البداية للسي 2 هي 2 و0 ونقطة النهاية للسي 2 هي 2 و1، يبقى انا كده هوجد قيمة التكامل الخط بس على السي 2. بعد كده هنستخدم المعادلة اللي بتمثل المسار سي 2 علشان التكامل يتحول لتكامل محدد، يا اما بالنسبة للاكس او بالنسبة للواي، وديت بتكون على حسب المسار اللي انت شغال عليه، يعني المسار اللي انت شغال عليه هو خط ثابت فيه الاكس ثابتة لا تتغير باتنين، يعني المسار اللي انت شغال عليه دلوقتي هو خط ثابت فيه الاكس ثابتة لا تتغير باتنين، يعني معنى كده ان الدي اكس هتبقى بزيرو، وتعوض عدد في الصورة القياسية ديت عن الاكس باتنين والدي اكس بزيرو، ويبقى التكامل بالنسبة للواي والواي بتتغير من اول واي بزيرو لحد واي بواحد، وتكامل وتعوض بحدود التكامل عادي هتلاقي قيمة التكامل الخط بسالب 13 على الاتنين. ده معنى كده ان مش شرط ان بدل بحسب التكامل الخط على السي 2 عكس اتجاه عقارب الساعة في الاتجاه الموجب، لان لازم قيمة التكامل الخط تطلع لموجبها، لا ده مش شرط.
لا ده مش شرط. بعد كده هنحسب قيمة التكامل الخط على السي 3. اولا الجزء الثالث اللي هو المسار سي 3 عبارة عن ايه؟ هو عبارة عن خط مستقيم يميل بالزاوية على محور اكس الموجب وبيمر بنقطة الاصل او. وهتلاحظ كمان ان الخط المستقيم ده محصور ما بين نقطتين، نقطة البداية او النقطة الاولى اللي هي 2-1 ونقطة النهاية او النقطة الثانية اللي هي 0-0. فالخط ده كده له معادلة بتمثله اللي هي معادلة الخط المستقيم المر بنقطة الاصل، بس انا هنا اشتغلت بمعادلة الخط المستقيم بمعلومية نقطتين واقعين على الخط. وهتلاقي في الوصف بتاع الفيديو في رابط لفيديو مشروح فيه المعادلة اللي بتمثل الخط المستقيم بصورة مبسطة وسلسة. طب المعادلة اللي بتمثل الخط المستقيم بمعلومية نقطتين واقعين على الخط عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاكس ناقص الاكس واحد، والاكس هنا هي فاريبل، هي متغير. ناقص الاكس واحد يعني قيمة الاكس في النقطة الاولى اللي هي باتنين، على الاكس اتنين ناقص الاكس واحد، الاكس اتنين اللي هي قيمة الاكس في النقطة التانية، ناقص الاكس واحد زي ما انا قلت لك اللي هي قيمة الاكس بس في النقطة الاولى، بتساوي واي ناقص واي واحد. الواي هنا كده كفاريبل كمتغير، انما الواي واحد هي قيمة الواي بس في النقطة الاولى، على واي اتنين اللي هي قيمة الواي بس في النقطة التانية، وبتعوض عادي في الصورة ديت ما فيهاش اي مشاكل زي ما انا قلت لك. بعد كده هتلاحظ ان السالب واحد في سالب اتنين بموجب اتنين، والسالب واحد في اكس بسالب اكس اهوت بتساوي سالب اتنين واي، لان واي في سالب اتنين بسالب اتنين واي، زائد اتنين لان سالب واحد في سالب اتنين بموجب اتنين. هتلاحظ ان اصبح ان الاكس عبارة عن 2 واي. هتلاحظ من الاكس ديت ان الدي اكس عبارة عن الاتنين دي واي. هتعوض بقى في الصورة القياسية للتكامل الخط ديت عن الاكس باتنين واي وعن الدي اكس باتنين دي واي. يعني انت هتلاحظ في الصورة ديت كل اللي معمول فيها ان انا شايل الدي اكس ومعوض عنها باتنين دي واي، وشايل الاكس ومعوض عنها باتنين واي. تجمع بقى الحدود المتشابهه مع بعضها، هتجمع بقى الحدود المتشابهه مع بعضها وتظبط الشكل عادي خالص، ويبقى التكامل بالنسبه للواي فقط، ويبقى صوره التكامل الخط ديت اتحولت لتكامل محدد بس بالنسبه للواي فقط. اهو هتلاقي الواي، وكمان الواي بتتغير من اول نقطه البدايه اللي هي واي بواحد لحد نقطه النهايه اللي هي بزيرو، لحد نقطه النهايه اللي هي النقطه الثانيه اللي فيها الواي بزيرو. وهتلاحظ هنا كمان ان ظبطت الشكل اهوت، بقى التكامل بالنسبه للواي بالشكل ده كده، بتكامل عادي تكامل ما فيهوش اي مشاكل. تكامل ال3 واي ب3 واي تربيع على ال2 ناقص 2 واي تربيع، تكاملها ب2 على ال3 واي تكعيب، وتعوض بحدود التكامل هتلاقي قيمه التكامل على السي 3 بسالب 5 على 6. ويبقى في النهايه قيمه التكامل الخط على المسار المغلق سي كله عباره عن قيمه التكامل على السي 1 زائد قيمه التكامل على السي 2 زائد قيمه التكامل على السي 3. وهتلاحظ كمان بعد ما جمعت هتلاقي النتيجه بسالب 10 على 3. يبقى مش معنى انك بتتحرك على المسار المغلق سي عكس اتجاه عقارب الساعة ان لازم او شرط ان قيمة التكامل تبقى موجبة، لا ده مش شرط. لو تفتكر في الثاني مطلوب كان عايزك تحسب قيمة التكامل الخط على المسار المغلق سي ده كله بس في عكس الاتجاهات المفروضة، بس في عكس الاتجاهات اللي كان فرضها على الشكل. يعني انت كده هتتحرك في الاتجاه السالب اللي هو في اتجاه عقارب الساعة، يعني كده المنطقة R اللي هي مساحة المثلث هتبقى على يمينك وانت بتتحرك، وتمشي بنفس النمط وتحسب الثلاث تكاملات عادي مفيش مشاكل، وديت كده قيمة التكامل على السي واحد. وهتلاحظ كمان ان السي اتنين التكامل بالنسبة للواي فيها بس ديت نقطة البداية، علشان كده حدود التكامل هتبقى بادئة من عند الواي بواحد لحد واي بزيرو، ويبقى ديت كده قيمة التكامل على السي اتنين. وبنحسب كمان قيمة التكامل على السي تلاتة، بس ما تنساش ان حدود التكامل هتبقى من نقطة البداية اللي فيها الاكس باتنين لحد نقطة النهايه اللي فيها الاكس بزيرو، ويبقى حسبنا قيمه التكامل على السي 3 بسالب 4، ويبقى قيمه التكامل على المسار المغلق سي ده كله عباره عن مجموع الثلاث تكاملات دولت اللي هو هيبقى ب 10 على 3. يبقى مش معنى ان انا بتحرك مع عقارب الساعه في الاتجاه السالب ان لازم قيمه التكامل في النهايه تطلع لي سالبه، لا ده مش شرط.